لكن الحمد لله عندنا قانون الذي يكرس الوقاية، وهذا القانون قلنا جاء من أهم الأفكار تاعو هي لا ريسبونسابيليزاسيون دي زوت سيكتور، يعني حتى القطاعات الأخرى تتحمل المسؤولية تاعها، لأن شفنا في آخر المطاف وزارة الصحة وحدها وقطاع الصحة، نقول ما نقولش الوزارة، قطاع الصحة هو اللي يتحمل هذه المسؤولية، لي مالاد يجو القطاع الصحة، يجو لي زوبيتو، يجو العيادات، لي كابيني ميديكو، احنا اللي نتكفلوا بهم، وهذا مشكل كبير لأن القطاعات الأخرى للأسف ما يتلعب الدور تاعها كما ينبغي وتحمل مسؤولية أقوالي. والفكرة الثانية هي الانتر سيكتورياليتي، يعني يجب يكون تكامل، احنا ما راناش هنا بور فار محاكمة للقطاعات الأخرى، لكن احنا باش نتكاملوا معاهم، قطاع التجارة، الفلاحة، البيئة الداخلية والجماعات المحلية، الصناعة والصناعة الصيدلانية، أيضا قطاع الشباب والرياضة ما تكلمناش عليه، لأنه لما احنا داخل تكلمة قالت لك الدكتور حمادي في الشرط الاول ما نلخصوش كلش في السكريات، الوقايه هي لا بريفونسيون لي مالادي ديليتي، هاو جاي الصيف عندنا لا بريفونسيون لي مالادي ديليتي، الوقايه هي ايضا الحركيه، لا لوت كونت لا سيدونتاريتي، الانسان كي يمشي 30 دقيقه في اليوم، كي يدير 2-3 فوا بار سيمان رياضه، راهو يعاون الجسم تاعو باش يكافح العديد من الامراض ومنها السرطانات. لكن للاسف مواطن يحب يدير سبور ما يلقاش وين يدير، نقولوها بكل صراحه، تروح اي دوله اوروبيه تخرج من البيت تاعك اون فاس عندك سال دو سبور، عندك مسابح، عندك هنا قطاع الشباب والرياضه راهو ضعيف بزاف، وهذه حقيقه نقولوها، ضعيف بزاف. الناس في الاحياء الشعبيه يحب يروح يدير سبور ما عندوش حتى اون سال وين يدير سبور، ملي تمشي ما عندكش وين تمشي.